الأربعمائة البرقي. الحسين عليه السلام يلعب بالكلب، جبرائيل عليه السلام لا يدخل، النبي لا يعلم، أين علم الغيب والعصمة؟ أولا، المعنى موافق للقرآن يقينا أكيدا. قال سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. ثانيا، أساتذتنا السيستاني والمراجع، لنترك التفلسف والمغالطات والترقيع الواهي المعتاد على طول التاريخ والتراث، وننتظر منكم الرد العلمي من مصدره في القرآن والسنة النبوية الشريفة التي لا يمكن ولا يعقل أن يخالفها أئمة أهل البيت عليهم السلام. هل أذكركم بعملكم ووظيفتكم وواجبكم الشرعي العقلي الأخلاقي؟ هل خفي عنكم أنه لا يجوز ترك قطعان الجهلة تخوض بالفتن والباطل وتضلل الناس وتفسد عقائدهم وعقولهم وأخلاقهم؟ وأمرنا وأمركم إلى الله القوي العزيز. المرجع المهندس الصرخي الحسنيّ.